متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا بكم في بث مباشر عبر صفحة اليوم السابع. الان نحن بمحافظة قنا ومرماح الشيخ عمران، حيث يتوافد عدد كبير من الخيالة هنا داخل محافظة قنا على ذلك المرماح الذي يقام بصورة سنوية داخل مدينة قنا. مئات الخيول والخيالة تتواجد هنا داخل المرماح في عادة سنوية، والمقيمين على ذلك الحفل يدعون الخيالة مسبقا للمجيء هنا داخل تلك الحلقة، ويتبارز الخيالة ويعرضون مهارات الخيول خلال تلك الحلقة. هنا البداية يتواجد الخيال على الأحصنة الخاصة بهم، ثم يدخلون إلى حلقة المرماح ليستعرض كل خيال مهارة خيله. من المعروف أن محافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد، قنا الأقصر وأسوان، تستضيف دائما تلك يعني الألعاب الشعبية وهي المرماح ولعبة التحطيب وغيرها من تلك الألعاب. يعني المرماح له مشاهدين كثير، العديد من الأشخاص ينقلون إلى أماكن المرماح، يتوافدون من أماكن هنا داخل المحافظة وأماكن خارج المحافظة للاستمتاع بذلك وتلك الأجواء. Thank you.
يعني كما قلنا أن الخيالين من محافظة قنا وأيضا محافظات أخرى يتم دعوتها على ذلك المرماع مسبقا، ويحملون الأحصنة على سيارات ثم يأتون بها إلى المكان للعب يعني والاستمتاع بذلك المرماع. نشوف تجمعات كبيرة من الأهالي المحبين للمرماح يستمتعون بمشاهدة المرماح والخيول متنوعة الأنواع هنا. متابعينا ما زلنا معكم من هنا من محافظة قنا لمشاهدة مرماح الشيخ عامر، وهو من أكبر التجمعات للخيالة هنا داخل محافظة قنا، وهي عادة سنوية اعتاد على إقامتها أصحاب تلك الحفل بتجميع عدد كبير من الفرسان هنا للتبارز وإظهار مهارات الأحصنة الخاصة بهم. متابعينا كنا معكم من هنا من محافظة قنا لرصد مظاهر تلك الاحتفال ورصد مظاهر المرماح من داخل حلقة مرماح هنا داخل المحافظة.